شو اللي بقى؟ ماشي مرحبا بكم. عندنا هنا تجور كازيفير كازي تاني. هاد الخطرة ماشي اللي بالك هضرت لك على المشروع تاعي اللي قلت لك باللي غادي ندير بلاصيناها ان شاء الله باذن الله تشاركنا في لابلونطاسيون تاعها وتكون كاينه باذن الله بالك في جونفي فيفري ان شاء الله ندير لابرودكسيون تاعها. وسؤال تاني كاينه حاجه بدا زعما تعاوننا في الفلاحه فبا نديرو التوسيع على الميشي تاعنا. وعندنا تاني الغازون اللي بدا يكون كاين انتيرا باش تولي لابرودكسيون برودوي ويلي يدير 20 ان شاء الله باذن الله. احنا قلنا بغي التيرا ما عندناش تكون عندنا تيرا ويولي الغازون ديسبونيبل عندنا اولي دو نجيبوه بكري الفي يكون عندنا برودكسيون لوكال تاعنا يدير غير 20 استعدنا ونكوني عندنا لا ميطو تاعها خدمناه كنا في دوز اوتر ولايه ان شاء الله غالب هنا ما عندناش التيرا باش نديرو كل معنا. مرحبا بكم. عندنا بروبليم تاع الماء جوز بلدي تاع بنساف وقطع النظر المنتوج هذا تاعنا ونحس انه كنا نسكو به املاك دوله وعلى صلاحنا وعلى وعندنا بروبليم تاع الماء جاو معنا ذاك والمنتوج هذا راه يابس هذا راه يسمى لا والله حتى ما كان جا من الوطن اللي قلنا فيه هذا السماء هذا راه في التخدمه شحال كنت تبيعوا الطماطم شحال ها شحال كنت تبيعوا الطماطم احنا نبيعوا فيها ثمانيه تسالف في البلوك يعني فيها انا نبيع في البلوك على بالي هذه الفندوم هنا في الجاليه هذه الفندوم وانا انا واه انا نبيع حكومي كاع كذا بالديني ينزلوا في السوق نبيع الديني وانا هنا سيدي الوليد حنا خصتني انا باش تعاونوا لي نزيد نكثر في المنتوج وانا ما غبنوني غبنوني فضه غبنوني ما يلحقنيش يلحقني شويه بعيد كامل بعيد بصح انا يديروا الكريمات وذاك ما كانش الدور سي بوتو يجي الحاسب الا تقدر تعاونوني السلام عليكم. السلام عبد الله. من المنتوجات الرمان لدو جمعة من تاع الفلاح الرومي ولد الفلحل ونخ الخضروات الطماطم والباذنجان والفلفل الحلو والفلفل الحار والتارقة ولد بوجمعة. هذا هو البرود البلاستيكية ولا خشبية البلاستيكية؟ أو بلاش؟ بلاستيك المساحة صديقة 10 هكتارات اليوم هذه الطماطم ما بعد الموسمية هذه البداية فقط كان الكلام ولا تجمع ولا تفتح لما هذا عام عندنا حوالي 300 من الاحكام تزويد من الاحكام هذه راه مازال ما وجدش نعم كاين زياده خاصه البيوت المستقيم التوسع حتى الطماطم لا من رئيس محافظه كلها على الدائره تاع هذه بعض المنتوجات خيرات الدائرة الثانية
بيرغولا في اخر عمليه الشهر تعليم المتحرج ورمضان. يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سوره الرحمن فيه ما فاكهه ونخل ورمان شجرا مباركا. انا نحط الاعزاب السيسور باش يغرسوا الرمان. هذا سفري معروف، هذه منطقه سيدي بختي منطقه ليميتروف مع ولايه وهران، هذه مريدي منطقه مساعد مريم، وهذا مولار دو اتشو، هذا اصل اسباني، هذا لا عصير، هذا في دو جو الغله تاعك كثير اكثر من هذو الغلات. هذا سفري سون بيبان، وهذا لا، هذا مريم في بيبان، وهذا عصير اللي اسيد اللي با بو لا 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 ديكستاسيون، هذا سي بور لو جو. ربي يسلمك. هذا كما تاع مختلف تاع الازهر الجبليه تاع جبل تاع مسركي، وهذا تاع الغوار تاع الصحراء عين ماضي، وهذا تاع سيدي علي بن يوسف بن عباس. نقل ندير انا ترونزيبونس، وما تكون كاين وين تكون وين باش تكون مصفى تكون طبيعه مليحه مرحبا الله يرحمك. كيف؟ هذا هذه سركين تموش هو عام جفاف جاسنا العام جفاف انا ماذا بيا ما ديباسيش انا هذا مقابل 14 مليون للفواياج تاعها 14 مليون خد بالترونسبور وكاع دوك انا نزيد على روحي انا ماذا بيا كنت تسب لنا وتجي طبيعه عندنا مليحه طبيعه عندنا الاخر عندنا اكليج جبل في ساسه بصح ما جاش الغالب تبعنا اكليج جبل تاع افريل تما تن هذا الانسان المتهمين نحن هذو بالعسل يعملها التنقل وين تجي المعلومه باللي كاين بلاصه. لا يدير لا ترونزيموس تاعك. روحنا حتى للجلفه حتى للبيري حتى الصحيري. جيتو ناس بالاخرين بزاف بزاف ما تلقاش بلاصتك، كي تلقى بلاصتك راك سيد الناس. بزاف النحالي اللي زابلو كي تلقى انا تالي هنا ندي 100 قشر يلقى 14 مليون، كاين اللي يدي 800 قشر يحطها. وما تلقاش السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شنو الوالدين مع محكم المدراء؟ الزيت تقول مراش كاين ولا الشركه نديرها ها؟ دونك هذو بالنسبه مسمى محلية 100%، وكان هذا ثاني تاع ايزاج تاع المنازل، وراه عندنا ثاني كنا بيان ديكسترا بشكل ممتاز. وفي كذا هذا القبل ديما كان عليك البارك كان عليك المنازل، كان عليك قدرنا نصدروه لحد الصين وحد اللي موجود. كسماد؟ ها؟ لا وشو اللي راح؟ جيت لا هذا مازال بالمنتوج المحلي جيت تحمل محجر هو جيت تحمل محجر وهذا سند عضوي 100% هذا بيستعملوا في المنازل وهذا من الفلاحين هذه باش يرد الكائنات فيه كائنات حيه اللي يحيي الارض خطر على الارض فيها بزاف عندها المالح عندها المالحة عندها الفياش طالع الفياش طالع ناقص عندها الارجيل هذو كاع من تلح هذوك اللي يوكل هذو عناصر هذو العراقيل هذو تخلي هذيك واش راه يوكل ما يروحش من الطي يبعث في الارض. ما عندوش فايدة كي يدير يخلط مع هذيك الكائنات الحية اللي راهي موجودة هنا هي اللي تعاون ينقص من الاسمدة هذي ويهو النبتة تستفاد اكثر واكثر. الله يبارك فيك. شكرا. تعرف عنا ال